كنتواجدوا في مدينة الرباط كما كتشوفوا معانا هنايا، كنديروا تشطيب للطاكسيات وكنوجهوهم وكذا شحال من حاجة كيفاش يتوقعوا هذا المرض هذا ويحاولوا يديروا شحال من حاجة كيفاش يتعاملوا مع المرض وكيفاش حنا كنديروا عملية التعقيم ديال الطاكسيات الكبار والصغار. وهاد العمل هذا كيبدا من 9 ديال الصباح ل 9 ديال الليل، وحنا جوج ديال الجروبات. المهم العمل غادي مزيان واخا يعني من 9 الصباح 9 العشيه. واش الطاكسي اللي جا كتعقمو ولا يمكن الطاكسي يتعقم جوج مرات ولا كل طاكسي مره واحده يتعقم؟ مره واحده يتعقم، ولكن على حسب الاكثر اللي عطينا جوج مرات يتعقم الطاكسي، فهمتي؟ حيت طلعوا له عديد ديال الناس وبزاف ديال الافات كاينه في الدنيا ما تعرفش شنو كاين. سياره الاجره الصغيره والكبيره؟ الكبيره والصغيره. شنو المناطق اللي كتعقمو بالضبط الطاكسي كامل؟ شنو المناطق بالضبط ذكرها لي؟ بحال البوانيات ديال اليدين، البلايص فين تيجلسوا، المرايات، هاد البلايص كاملين. واخا انت كرجل تعقيم كما تنشوفك دابا، شنو تنصح الركاب والسائقين ديال سيارات الاجره في البلاد في هاد الازمه هادي؟ المهم بنادم يحتفظ على راسو ويدير الوقايه ديالو احسن من العلاج، هادشي اللي غنقول لك. شي كلمه اخيره بالنسبه للمغاربه؟ كلمه اخيره بالنسبه للمغاربه اخويا، المهم التعقيم والوقايه، المهم داكشي اللي قدتني عليه.